في هذه الحلقة عزيزي المشاهد سنأخذك في مغامرة مثيرة إلى أكبر صحراء في العالم، الصحراء الكبرى في المملكة المغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشواق متابعين عرب جي تي في كل مكان. اليوم معكم لأول مرة من المغرب بصحراء المرزوقة في مدينة الراشدية. معانا سيارات اليوم من كل بخطر عبالكم، نافارا، باترول، تايتن اللي هو راح يكون لأول مرة راح نجربه السيارة، فإن شاء الله أنها تكون تجربة جميلة. راح يكون بالصحراء أوفرودينج، دعس، رمل، أكشن، كل شيء بدكم إياه، فخليكم معنا وإن شاء الله راح تكون حلقة قوية. وبالطبع فإن التنقل في بيئة قاسية وخطيرة كهذه يحتاج إلى مركبات تتمتع بالقدر الكافي من القوة والقدرة على التحمل، كما تتمتع بنفس الوقت بأحدث تقنيات السير على الطرق الوعرة. وفي الحقيقة فقد قدمت لنا شركة نيسان مركبات مناسبة لخوض هذه الرحلة، حيث حظينا مع زملائنا من الصحفيين بخوض هذه المغامرة على متن 4 سيارات نيسان، وهي سيارات نيسان باترول ونيسان نافارا ونيسان تيرا، بالإضافة إلى بيك أب نيسان تايتان الضخم والذي من المتوقع أن يصل قريبا إلى منطقتنا العربية. فعلى الرغم من أن هذه المركبة لا تتوفر في أسواقنا، إلا أن بيك أب تايتان تباع في أسواق أمريكا الشمالية منذ ظهرت للمرة الأولى عام 2003، فيما قدمت نيسان الجيل الثاني من المركبة عام 2016، وما زال يباع حتى اليوم بسعر يبدأ من 30,000 دولار في السوق الأمريكية، أو ما يعادل 113,000 ريال سعودي. هل تتوقع أن نشاهد مركبة نيسان تايتان في أسواقنا قريبا عزيز المشاهد؟ وهل تتوقع لها النجاح ضمن فئة مركبات بيك أب كبيرة الحجم والتي تضم أيضا مركبات قوية مثل بيك أب فورد F-150 ورام 1500 وشيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا؟ شاركنا برأيك في الخانة المخصصة للتعليقات في الأسفل. سيارة ضروري أنه نيسان يجيبوها على الشرق الأوسط، لأنه أتوقع يعني الكل حيكيف عليها بأسواق الخليج بالذات. السيارة محركها 5.6 390 حصان، سيارة رهيبة، ديفلوك، كل إشي بخطر على بالك موجود فيها السيارة. السيارة تصميم وبناء وتكنولوجيا وR&D كلياته بأمريكا، وكل إشي بالسيارة صنع بولاية مختلفة لتطلع معنا 100% أمريكية السيارة. لحديت الآن نيسان ما بوعدوا أنه توصل على الشرق الأوسط ولا عم بنكروا. وبالفعل بدأت الرحلة من مدينة الراشدية والتي تقع ضمن سلسلة جبال أطلس بالقرب من الحدود الجزائرية. فبعد أن هبطت الطائرة الخاصة في مطار الراشدية العسكري، انطلقت قافلة سيارات نيسان من مركبات الدفع الرباعي حاملة الصحفيين والذين دعتهم نيسان من أنحاء العالم، لتتوجه القافلة نحو الفندق الذي سينزل فيه ضيوف نيسان في بلدة أرفود والتي تبعد قرابة 80 كيلومتر عن المطار. وخلال هذه الرحلة حصلنا على فرصة لقيادة السيارات التي وفرتها نيسان لهذه المغامرة المثيرة. حيث قاد زميلنا هاشم سيارة نيسان باترول والتي ظهرت للمرة الأولى عام 1951 كمركبة عسكرية، قبل أن تتطور عبر 6 أجيال متعاقبة وتحصل على المزيد من المواصفات للراحة والرفاهية. وتتوفر نيسان باترول بمحرك V6 بسعة 4 لترات يولد قوة 275 حصان و394 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل به جير أوتوماتيك من 7 سرعات أو جير يدوي من 5 سرعات. كما تتوفر المركبة أيضا بمحرك V8 الأقوى بسعة 5.6 لتر ويولد قوة 400 حصان و560 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل به جير أوتوماتيكي من 7 سرعات. هذا بالطبع إلى جانب نسخة نيسمو والمزودة بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر ولكن بقوة أكبر تصل إلى 428 حصان و600 نيوتن متر من عزم الدوران. وفي اليوم التالي استمرت رحلتنا في الصحراء المغاربية، حيث توجه فريقنا مع الصحفيين نحو الجنوب الغربي من مدينة أرفود إلى تلك البقعة المميزة من الصحراء المغربية والتي تم اختيارها سابقا لتصوير عدد من الأفلام العالمية مثل فيلم ذا مامي وفيلم جيمس بوند سبكتر. وخلال هذا اليوم أتيحت لنا الفرصة لإجراء المزيد من تجارب القيادة في هذه البيئة الصحراوية القاسية على متن سيارات نيسان.
حيث جربنا قيادة بيكاب نيسان نافارا والذي يتميز بقدرات جيدة جدا على الرمال مقارنة بالمركبات المنافسة في هذه الفئة، وخاصة مع محرك الديزل رباعي الاسطوانات سعة لترين ونصف مع تيربو والذي يولد قوة 161 حصان وعزم دوران هائل يبلغ 403 نيوتن متر. وللتذكير عزيزي المشاهد، فقد قام زميلانا صهيب وكريم بتقديم حلقة خاصة عن قدرات بيكاب نيسان نافارا على الرمال، نقلناها لكم من صحراء البداير في الإمارات العربية المتحدة. يمكنكم مشاهدة التجربة على الرابط في الأسفل. عزيز ملك الدريفت. ويتوافر نافارا كذلك بمحرك رباعي الاسطوانات سعة لترين ونصف يعمل على البنزين ويولد قوة 168 حصان و244 نيوتن متر من عزم الدوران. كما قدمت نيسان كذلك في هذه الرحلة سيارة تيرا من فئة مركبات SUV متوسطة الحجم والتي تعتمد على نفس قاعدة العجلات المستخدمة في بيكاب نافارا، ولكن هذه السيارة لا تتوفر في منطقتنا العربية وتوفرها الشركة اليابانية في بعض الأسواق في الصين والفلبين. وفي الحقيقة فقد كانت التجربة مثيرة بالفعل ومختلفة عن تجارب القيادة التقليدية، ومع تنامي سوق مركبات الدفع الرباعي SUV ومركبات البيكاب وتزايد شعبية هذه المركبات على مستوى العالم، كان من الطبيعي أن تنظم نيسان مثل هذه الرحلة على الرمال والصخور والتضاريس الصحراوية لتبرز قدرات سياراتها. والآن شاركنا برأيك عزيزي المشاهد في قدرات سيارات نيسان، وخاصة إذا كنت قد جربت واحدة منها. نتمنى أن نقرأ تعليقات من الأشخاص الذين سبق وأن امتلكوا سيارات نيسان. أخبرونا برأيكم في قدرات السيارات سواء على الطرق الوعرة والرملية أو الطرق العادية عبر خانة التعليقات المرفقة في الأسفل.